اخيرا لعبه وور زون موبايل نزلت والعالم كله ضاغط بشكل رهيب جدا يا شباب على سيرفر اللعبه. ملقوش غير سيرفر واحد بس وهو سيرفر استراليا، وللاسف السيرفر مليان مشاكل كبيره جدا. طبعا يا شباب اللعبه نزلت النهارده على جوجل بلاي، وطبعا انتوا كلكم عرفتوا طريقه ازاي اللي انت تحمل اللعبه من جوجل بلاي من خلال تشغيل الفي بي ان على دوله استراليا، وبعد كده بتحملها من جوجل بلاي عادي جدا. مش هي دي المشكله، المشكله كلها ان السيرفر الخاص بلعبه كول اوف ديوتي وورزون تقيل جدا يا شباب، والناس كلها ضغط عليه بشكل رهيب جدا. انت حتى لو اخدت بالك من الرساله اللي طلعت بعد انت ما بتحمل اللعبه، فهو بيقول لك ان اساسا الخوادم بتاعتنا مش شغاله وهتشتغل يوم 30/11. فطبعا هي المشكله، لكن اللعبه فعلا اشتغلت وانا شخصيا لعبتها لمده ساعتين بس، بعد كده اللعبه فصلت مني نهائي ومش قادر ليا حتى تخش على اللعبه. اللعبه من كتر ما الناس كلها مهتميه بها فبدا فعلا سيرفر اللعبه يقع، اللي هم شويه اللي هم سايبينه حتى الناس يعني تجرب فيها اللعبه، اللعبه مش قادره تشتغل واللعبه فعلا بتقع. لو ظهرت معاك الرساله اللي بتظهر اللي هي الشاشه السوداء واللعبه مش قادره اللي هي تدخل اساسا، فانت بتجرب تطبيق اسمه اليو يو بوستر. بتحمل التطبيق عادي من جوجل بلاي، تكتب يو يو بوستر وهتلاقي يظهر معاك تحمله. طبعا هيفتح التطبيق بالشكل اللي انت شايفه ده، وهتتلقى اساسا اللعبه الالعاب عامه كلها اللي موجوده عندك في الهاتف هتلاقيها موجوده فيه، وجنب منها بوست. هتيجي عند وورزون موبايل وهتضغط بوست عشان خاطر اللعبه تبدا تشتغل معاك. هتلاقي الشكل جميل جدا، هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، يبدا اللي هو يعلي لك السيرفر بتاع اللعبه، او بمعنى اصح يشغل لك الفي بي ان على استراليا. هو بيشتغل بشكل اوتوماتيك، انت ما بتعملش فيه حاجه، ويبدا اللعبه تشتغل معاك على طول. دي محاولة احنا بنعملها عشان حتى لو السيرفرات بتقع او السيرفر وقع لسه وما اشتغلش، فانت برضو بتقدر انت تخش على القائمة الرئيسية وبتقدر تظبط الاعدادات بتاعتك قبل بعد اللعبة ان شاء الله لما تنزل، اللي هو بالتاريخ المحدد اللي هو 30/11. لازم يكون عندك حساب اكتيفيجن عشان خاطر تسجل في اللعبة دي، مفيش بقى جوجل بلاي، مفيش فيسبوك، مفيش الكلام. لازم يكون عندك حساب خاص باكتيفيجن، بتدخل على الموقع الرسمي الخاص باكتيفيجن وبتعمل حساب بتاعك، بعد كده بتدخل الايميل وبتدخل الباسورد اللي انت عامل بيه الحساب عشان تعرف تربط اللعبة بالحساب بتاعك. المهم يا شباب عشان محدش يقول ان الجودة بتاعت اللعبة بايظة، هي اساسا هو قافل لك الجودة اساسا خالص، يعني مفيش جرافيك تقدر تعدل عليه في الاعدادات الخاص باللعبة. زي ما انتم شايفين كده شباب الجرافيك مقفول واللغة كمان مقفولة، يعني مفيش غير الكنترول بس والصوت هو اللي انت بتقدر تعدل عليهم زي ما انت عايز. مفيش جرافيك يا شباب عشان محدش يقول الجودة بايظة وانا عايز اعدل الجودة، لا مش هتعرف تعدل حاجة، هو قافلها لك من عندك. احلى حاجة ما في الموضوع ده هو الكنترول، بصراحة الكنترول جامد جدا يا شباب، انت نفسك يعني هتتبسط جدا من اللعبة دي. عامل لك شوية اعدادات بقى جامدة جدا، هو موفرها لك داخل اللعبة، في ايدك انت تختار وفي ايدك اللي انت تتدرب على اي كنترول انت عايزهم. الموضوع جامد جدا في اللعبة دي، تقدر اللي انت تظبط اعداداتك براحتك بشكل يدوي ماشي، عايز تختار بقى كنترول من هو حاططه لك فتختار عندك، ولا تعد عندك حاجات كتيرة جدا تقدر تتصرف فيها داخل اللعبة. وفي النهاية شباب ان شاء الله هنتقابل مرة تانية لما نشوف وضع السيرفر اللي هو شغال على اللعبة هيكون عامل ازاي، لما يبدأ يحسنوا فيه ان شاء الله بالتاريخ اللي هم قايلين عليه 30/11، وهنشوف ونجرب تاني. يا رب اللعبة تفضل شغالة بقى بشكل كويس جدا زي بقية الالعاب، احنا بنجرب نسخ بيتا كتير جدا ما بفهاش النظام دوت، يعني احنا بنلعب على طول حتى بنشغل في بي ان وبنعرف الناس كلها بتدخل وبتلعب وكل حاجة، معرفش ايه المشكلة هنا. ان شاء الله اتمنى ان هم يصلحوا المشكلة دي ونخلص منها على طول.
وفي النهايه شباب اتمنى ان الفيديو يعجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفك على خير وسلام.